أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أينما كنتم من قلب الإمارات الباسمة وعبر شاشة الشارقة الرياضية. أرحب بكم في برنامج من الإمارات لنشاهد أبرز المنافسات في ختام الأسبوع الماضي. ها أنا قد عدت من جديد مشاهدينا وبعد غياب طويل ليطل عليكم عبر برنامجكم المتجدد وبحلقاته ومواضيعه في كل أسبوع. نعم علي، ففي غيابك تداولنا العديد من المراحل الهامة في الرياضة الإماراتية، واليوم سنكمل حديثنا عن أبرز المحصلات والنتائج الرياضية المستجدة في الساحة. بالتأكيد محمد، سنكون اليوم أمام وجبة أخبارية دسمة متنوعة بمواضيعها، وسنعيش وياكم ساعة نملأ فيها وقتكم بثقافة أخبارية رياضية ذات رتم سريع. أتمنى أن نوفق في إيصال رسائلها لكم، لكن قبل هذا دعونا نتابع وإياكم في البداية العناوين. المربع الذهبي لأغلى البطولات ينطلق غدا بمواجهة الفرسان بالسماوي، بينما الملك سيرحل للقاء العميد. أغلى سباقات الخيل في العالم تختتم بنجاح وبتتويج سعودي في الجنادرية. قمة الأسبوع الثاني عشر في دوري الدرجة الأولى تنتهي بالتعادل بين البطائح والإمارات. يزيد الراجحي يتوج بلقب رالي دبي الصحراوي في ثاني جولات بطولة العالم. تعود مجددا أغلى المسابقات المحلية للدوران من خلال استئناف صراع الكبار حول لقبها في نسخة هذا العام. ندية المسابقة وصلت دورها نصف النهائي من خلال مواجهتين ستشد إليها أنظار المتابعين غدا الاثنين في انتظار معرفة هوية المتأهلين عن المواجهة. بعيداً عن إثارة دور الخليج العربية وندية المنافسة في هذا الموسم الاستثنائي، تعود إلى الواجهة مجدداً رغبة الرباعي المتأهل إلى الدور النصف النهائي لأغلى الكؤوس المحلية من خلال منافسة كأس رئيس الدولة لموسم 2020-2021. مواجهتين تحمل فيها أنصار الفريقين حلم الوصول إلى النهائي وتحقيق لقب الكأس بعيداً عن نتائجهم في دوري بسلبياتها وإيجابياتها حتى وإن تنوعت. المواجهة الأولى التي يحتضنها ملعب الشارقة ستشهد صداما بين سماوي بانياس الرائع في الدوري وشباب أهل دبي الزاحف نحو المراكز المتقدمة بهدوء، حيث سيكون الصراع هناك على أول بطاقة إلى نهائي الكأس الغالية. القمة الثانية يستعد فيها ستاد راشد بدبي ليجمع نادي الشارقة وأزرق النصر، فحتى وإن كان فارق الأحداث بين الفريقين متنوع في آخر الأسابيع، إلا أن كل ذلك سيكون دافعاً ونقاطاً مضافة لما ينتظر أن تكون عليها المواجهة، خاصة وأن مواعيد الأبيض والأزرق كثيراً ما اختلطت فيها ألوان النتائج والأرقام. لي مواجهتين حاسمتين أيضا في أغلى الكؤوس كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، وتجمع أيضا أربع أطراف حصدوا على هذا اللقب أيضا خلال السنوات الماضية. نعم محمد، هذه المواجهتين ستكون طبعا مثيرة، نتوقع أنها تكون مثيرة خاصة الحالة النفسية اللي ياسين يعيشونها الفرق الأربعة. لربما
خلينا نبدأ في البداية بالنسبة للفريق الشارقة مع النصر. النصر الأهم أن حقق انتصار في المباراة الأخيرة مع المدرب رامون دياز، بينما الشارقة لا زال يعاني، ويمكن تعادل الأخير أمام الظفرة كان له ظروف، وما زال الشارقة يمر بظروف وسيمر بظروف، لكن الأهم أن الشارقة في ظل هذه الظروف لا زال متصدر دوري الخليج العربي، هذا بالنسبة على مستوى بطولة دوري الخليج العربي. لكن على مستوى الكاس أكيد الشارقة لن سيرضى بأن يخرج من هذه البطولة بكل سهولة، خاصة أن بعد خسارة كاس السوبر، خسارة كاس الخليج العربي، خروجه من بطولتين، بالتالي فترة صعبة لربما تكون انطلاقة الشارقة للعودة لسكة الانتصارات من خلال مباراة النصر في أغلب بطولات الموسم. نعم إلي، أتوقع الطموح مشترك بين الشارقة والنصر في هذه المواجهة، وكلا أيضا الفريقين ينافسون على فقط بطولتين حتى الآن. النصر ربما التغييرات اللي حصلتها مؤخرا من ناحية اللاعبين، من ناحية المدرب، تعطي شوي أفضلية أيضا فريق الشارجة، لكن أيضا الشارجة ما يمر بأفضل حالاته، وتعتبر أيضا بطولة الكاس من البطولات أيضا المفضلة عند الملك. الجميل أيضا أن شباب الأهلي هو أكثر الفرق تتويجا، والشارجة يعتبر هو الوصيف، النصر سبق له التتويج، بنياس كذلك. فنحن تكلمنا أيضا عن ما في بطل جديد هذا الموسم، راح يكون أيضا بطل قديم يطمح إلى يزيد أيضا حصيلة البطولات. هذه عن مباراة الشارجة والنصر، لكن شو رأيك أيضا في المواجهة الأخرى؟ راح تكون أيضا مواجهة فريقين بين أضلاع المنافسة أيضا في دورينا، نتكلم عن بنياس وأيضا شباب الأهلي. محمد، بالنسبة للشباب الأهلي، أول شيء نحن لازم نوجه تحية جلال وتقدير للمهندس مهدي علي اللي أعاد شباب الأهلي بمستواه رغم الإصابات، رغم الغيابات، رغم الظروف اللي يمر فيها فريق شباب الأهلي خلال هذه الفترة، منذ إصابة وليد حسين، أيضا إصابة عزيزون جانييف، من إصابات اللاعبين المؤثرة يعني كلاعبين محاور ارتكاز. لكن أيضا توقيع الشباب الأهلي مع أو تعاقده مع عمر عبد الرحمن هناك ستعود يعني بالنفع بلا شك على الكرة الإماراتية، وأيضا على متعة عمر عبد الرحمن في ملاعبنا. شباب الأهلي في هذه المواجهة أكيد يعني فوز صعب كان في الجولة الأخيرة أمام حتى نتيجة الظروف اللي يمر فيها الفريق، لكن محمد أنت كيف تشوف مردود بنياس أو رغبة بنياس في هذه المباراة، وخاصة بعد تعادله من أمام الجزيرة وتعادل دراماتيكي؟ يعني يمكن في أول 20 دقيقة أعتقد كل المتابعين كانوا يظنون بأن الجزيرة سيكرر فوزه بالسداسية على بنياس، عفوا على اتحاد كلبة سيتكرر، لكن سرعان ما عاد فريق بنياس وعاد نفسه في المباراة واستطاع أن يقلب النتيجة. نعم، يعتبر هو الفارس هذه النسخة وفارس الموسم والحصان، بس محمد يستحقون صراحة من أفضل الفرق، الكل يشيد أيضا بتطورهم وأيضا يتعاطف مع هذا الفريق اللي يقدم كورة جميلة. أربعة منافسين يتنافسون على أغلى البطولات، وأيضا نحن ننتظر يوم غد لنعرف أيضا هوية الفرق المتأهلة إلى النهائي بإذن الله. نعم طبعا، نحن مشاهدين الكرام نتمنى التوفيق طبعا بلا شك لجميع الفرق، ونتمنى أن يكون الأفضل هو المتواجد في نهائي هذه البطولة حتى نستمتع جميعا بختام بطولة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. نعم، بعرس رياضي عالمي وبتواجد لأفضل الخيول والمدربين والفرسان في العالم، انطلق سباق السعودية الدولي 2021 في نسخته الثانية بنجاح ورعاية كريمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود. أغلى سباق في العالم وفي تاريخ السباقات كان بطله سعوديا بعد منافسة مثيرة في آخر اللحظات والأمتار، لكن التفوق كان سعوديا وبنجاح. نترككم مع التقرير التالي ثم لنا عودة. أكبر سباقات الخيل وأبرزها في العالم، هذه هي مكانة السباق العالمي الذي انطلق أمسية السبت في نسخته الثانية بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض.
تجمع رياضي كبير يصحبه حضور قوي لأبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. تزين المشهد في الجنادرية. الرعاية الكريمة أوصلت جوائز السباق إلى 30 مليون دولار، مخصص منها 20 مليون فقط للمركز الأول. التنافس انطلق مثيرا في تفاصيله بمشاركة 77 جوادا عالميا من 13 دولة مختلفة. الجوائز قسمت على 16 شوطا متنوعا بين المضمار الرملي والعشبي، مع التركيز الكبير الذي لقيه الشوط الرئيسي والذي كان باسم المملكة، وهو أغلى شوط في تاريخ السباقات حتى الآن. الجواد مشرف للمالك عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل حقق اللقب وتسلم هذا الشرف الكبير باعتباره بطلا لكأس السعودية العالمي للخيل 2021. الشوط الذي انطلق وتأسس في السعودية كان بطله سعوديا. الإنجاز في هذا اليوم لم يكن بإقامة البطولة وحسب، وإنما الانتصار بأغلى الأشواط والكؤوس. للتاريخ هذا اليوم، للفخر والعزة والعروبة، سعودية المجد تصنع الحدث وتباهي العالم بقدرتها على تنظيم أقوى البطولات، وهذا كله جاء نتيجة حرص ولي العهد لأن تكون المملكة وجهة الرياضات العالمية وفق رؤية 2030. نعم محمد، بالنسبة لي هذه البطولة أعتقد بطولة مهمة على مستوى خارطة سباقات الخيول والفروسية والفلات ريس. أيضا لو نشاهد نحن يعني شاهدنا التنظيم، شاهدنا أيضا التحدي اللي موجود في هذه البطولة. يعني طبعا في البداية نحن لازم نهني ونبارك الأشقاء السعوديين على هذا الإنجاز وأيضا التنظيم وأيضا إخراج الحدث بأحلى صورة. نعم، الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية دائما تبهرنا وتبهر العالم، وبالأمس كانت محط أنظار جميع محبي الخيول من خلال إقامة هذا السباق العالمي، سباق شد أنظار العالم بروعة التنظيم وأيضا الدعم الكبير من ولي العهد السعودي لهذه المنافسات، كانت سبب رئيسي في نجاحها. شفنا أكثر من 16 شوط مختلف بين أيضا أرضيات رملية وعشبية خلال هذه المنافسات، وأيضا الأجمل من ذلك هو التتويج السعودي أيضا بهذه المنافسات من خلال أيضا مشرف بواحدة من أغلى الأشواط في سباقات الخيل. نعم محمد، يمكن عدد الجياد التي شاركت في هذا السباق كان 77 جواد، وأيضا من 13 دولة على مختلف دول العالم. لكن الملفت للنظر بأن هناك الجائزة المالية القيمة التي وصلت إلى 30 مليون ونصف المليون دولار أمريكي، مبلغ ليس بالبسيط. يعني بالتأكيد علي، والأجمل من ذلك أيضا التحفة التي احتضنت هذه المنافسات. نحن نتكلم عن ميدان الملك عبد العزيز الفروسية والذي يقع في الجنادرية وبالتحديد في الرياض، تحفة جميلة أسعدتنا كثيرا ونحن نتفرج أيضا على المنافسات. وأيضا ما أقيم أيضا من أنشطة مرافقة للسباق أعطت أيضا هذا الحدث أهمية كبرى وأيضا شدت لها الأنظار كثيرا. نعم طبعا محمد، نحن نبارك للفائزين من خلال هذا السباق ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونشاهدهم أيضا
في السباقات القادمة بإذن الله إن شاء الله. ونحن أيضا في الشارقة مقبلين على سباق أيضا آخر مع نهاية الأسبوع. نعم أكيد. إذن ضمن الاستعدادات للمربع الذهبي كشف أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات عن مبادرات تنظيمية جديدة في الدور النصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي سيلعب غدا. وستشهد المباريات فعاليات تنظيمية مبتكرة وجديدة، منها إتاحة الفرصة لجماهير الأندية بتشجيع ومؤازرة لاعبيها بشكل مباشر من خلال وضع شاشات عملاقة في المدرجات تظهر مدى تفاعل المشجعين مع أحداث المباراة. نعم محمد، مبادرة جميلة ستقوم بها لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم بوضع شاشات، وأيضا يعني بنشوف إخراج آخر للمباريات في هذا الدور. نعم، نحن كنا ننتظر هذه المبادرات منذ بداية الموسم، ونشكر أيضا الأخوان في اتحاد الكرة على التفاعل وأيضا التطوير في المباريات من خلال أيضا وضع هذه الشاشات. طبعا ما نخفي أن الجمهور له نكهة خاصة، والجميع مفتقد أيضا الحضور الجماهيري من لاعبين، أجهزة فنية، إدارية، حتى كناقل تلفزيوني، وأيضا الجماهير في نفس أيضا السياق كانوا مشتاقين لحضور المواجهات. وأتوقع وجود هذه الشاشات راح يكون في نوع من التفاعل وأيضا إظهار ردود الفعل المباشرة، وراح تنعكس إيجابيا على اللاعبين. نعم أكيد، طبعا نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نعم، بسيناريوهات غير متوقعة انتهت الجولة 17 من دوري الخليج العربي بصدارة الشارقة رغم تعادله المتعثر أمام الظفرة. هذا التعثر لم يستفد منها الملاحق الأول الجزراوي الذي تعادل هو الآخر في اللحظات الأخيرة أمام صاحب المركز الثالث نادي بنياس. جولة لم تكن سهلة على أي فريق، فحتى لقاء الوصل واتحاد كلباء كان مثيرا في تفاصيله ودقائقه الأخيرة. دورينا يستعيد بريقه عبر كل أسبوع، ولعل أبرز ما نفتقده هو فاكهة دورينا الجماهير. أبت كرة دوري الخليج العربي أن تبوح بكامل أسرار قمتها، وأبقت على ثالوث الصدارة في مواقعه بعد جولة تصنف في تاريخ الكرة الإماراتية بالأروع في فنون أحداثها وتفاصيلها. جولة كان مسرح فخر العاصمة صاحب إثارتها لما فيها من ريمونتادا كان عنوانها بيدرو وخيمينيز، ولما فيها من إصرار رجال القميص السماوي بألا يكونوا خارج حسبة التوقعات، ولما فيها من إرادة لعنكبوت يريد أن يستغل هبة جاءت من ملعب الغربية لينقض منفردا في الصدارة دون شريك يؤرق رحلة طموحه. الأمر الذي جعل ترمومتر الحافز في أعلى نسبه وألقى بظلاله على متعة مشاهد خرج ليقول بعد صافرة النهاية ما أروعها كرة. تقدر تقول هارد لك، لأن اليوم شوف بأمانة احنا حاطين أهداف واضحة، اليوم طلعنا بنقطة، صح مش هدفنا احنا النقطة، هدفنا الثلاث نقاط، ولكن سيناريو المباراة تاخذ المباراة بهذه الطريقة او تطلع بنقطة بهذه الطريقة انا اشوفها نقطة ايجابية، لانك اليوم انت تلعب مع فريق بنياس، فريق بنياس من الفرق القوية، فريق متطور بشكل كبير. والشيء الثاني اشكر لعيبتي ان طلعنا احنا يعني من خسارة للتعادل، المباراة غريبة فيها ثلاث اقوال اوف سايد بلنتي، ولكن نشوف انك تطلع بالنقطه نقطه ايجابيه. يعني كانت مباراه قمه من الفريقين، يعني بنياس الشوط الاول ممكن تاخر وقدر يرجع الشوط الثاني على فريق ثقيل مثل نادي الجزيره في ملعبه، ومسكنا المباراه لين اخر ست دقائق من بدل الضايع. وفي نظري انا ان التعادل عادل لفريقين قدموا مباراه جدا جميله. يمكن العزاء لنا نحن نتكلم فيه ان الجول جاء في الرمق الاخير في المباراه، النفس الاخير، فهذا الجول شويه كان شويه ثقيل، لكن كمجمل المباراه الفريقين ادوا.
وإن كانت كرة الخليج أبت أن تبوح بسر قمتها، فإنها أيضاً أبقت الغموض على قاعها الذي لم تتغير ملامحه. ثالوث الذيل لم يقدم ما يخرج به من المحنة، فعاصفة حتى رغم هبوبها بشدة إلا أنها لم تطح بفرسان مهدي، وبركان البرتقالي لم يبقى منه إلا الرماد. بعد ثلاثية العميد في شباكه وذئاب الساحل كانت فريسة لانتفاضة العين المستمرة. المسرح لم يزدل ستاره، هذا ما برهنت وقائعه جولة المتعة، ومعادلة اللقب دخلت الحسابات الأكثر تعقيداً، والغموض لما يجري في القمة والقاع قد تمتد أسابيعه، خاصة إذا كان رتم الأداء على نفس معدلاته التي شاهدنا فصولها في الجولة 17. نعم محمد، بالنسبة لهذه الجولة كانت هناك نتائج إيجابية بالنسبة لبعض الفرق، لكن الغريب في الأمر هي مواجهة الوصل واتحاد كلبة. هذه المواجهة اللي انتهت برباعية، يمكن الوصل اتحاد كلبة تقدم بنتيجة المباراة وبفارق مريح، لكن عاد الوصل هنا ظهرت شخصية فريق الوصل لمسات المدرب إيدير هيلمان. نعم كانت مباراة مثيرة جدا في تفاصيلها، وأيضا مواجهة الجزيرة وبنياس كانت ما تقل إثارة عن هذه المواجهة، تقلبات كثيرة كانت في المباريات، وأيضا متعت الجمهور. نحن نتكلم عن مباراة فيها 8 أهداف ومباراة فيها 6 أهداف، أتوقع أن الجولة هذه كانت غير مرضية لأصحاب المراكز الثلاث الأوائل الشارقة، بنياس الجزيرة بالتعادلات، لكنها كانت أيضا جدا إيجابية للمطاردين. نحن نتكلم عن شباب الأهلي، النصر، العين، وحتى الوحدة اللي حققوا أيضا الفوز في هذه الجولات. نعم محمد، يمكن الرابح الأكبر اللي نشوفه في هذه الجولة هو فريق العين اللي استطاع أن يقفز من المركز الثامن إلى المركز الرابع، وأيضا يقلص الفارق ما بينه وما بين المتصدر الشارقي إلى 7 نقاط. أعتقد اليوم رغم سوء فريق العين على جميع البطولات، على جميع الأصعدة، إلا أن الفريق يحقق النتائج الإيجابية مع المدرب بيدرو إيمانويل، أيضا في ظل الظروف اللي يعيشها الفريق من ناحية إيقافات بعض اللاعبين، غيابات، إصابات، أمور كثيرة تدور على فريق العين، وبالتالي نقدر نقول أنهم الرابح الأكبر في هذه الجولة. نعم قفز كثير من المراكز وأصبح متساوي أيضا في المركز الرابع مع النصر. في المقابل أيضا فرق القاع تجرعت جميعها أيضا الخسارة، ال4 فرق، نتحدث عن خرفكان، حتى والفجيرة وعجمان، وما استفادت أيضا من هذه الجولة. نعم الأهم طبعا محمد قبل ما ننتقل للمحور القادم، فريق الضفرة لم يخسر من أمام الشارقة، وأعتقد تعادله يعطي دفعة معنوية كبيرة بأن يستمر لتحسين مركزه، وأيضا البقاء وابتعاد عن دوامة الهبوط. نعم فارس الغربية وضعه السنة مش طبيعي، وأيضا يتواجد في المراكز المؤخرة، وهذا مش طموحهم، والنقطة كانت بالنسبة لهم أيضا إيجابية. نعم إذن الجولة المميزة كان بصحبتها أهداف رائعة، ولعل أجملها باعتقادي هو هدف لاعب الوحدة طحنون الزعابي الذي سدد كرة لا تصد، سكنت شباك فريق خورفكان. لكن لي بالإضافة إلى هذا الهدف، هدف طحنون المميز، شاهدنا هدفا جميلا آخر بأقدام كايو لاعب العين الذي أسعدنا باسترجاع ذكريات أهدافه الجميلة مع فريقه السابق الوصل. ودعونا لا ننسى جمالية هدف ملابة لاعب فريق اتحاد كلباء بطريقة مميزة. أترككم مشاهدينا مع أجمل أهداف الجولة ثم لنا عودة. We'll be right back.
ألي تتفق وياي أن هدف طحنون نشوف الأفضل في هذه الجولة؟ الواحد يحتار بين هدف طحنون وهدف كايو. أنا صراحة سعيد بعودة كايو وعودة مهاراته وعودة فنياته، واللي إن شاء الله أتمنى أن تنعكس أيضا في المنتخب الوطني. شوف هدف طحنون في نوع من التسديد بدقة، أيضا اتخاذ القرار المناسب من مسافة التسديد، لكن أيضا هدف كايو الاستلام بالصدر، استلام موجه، المراوغة الأول الثاني، أيضا الهدوء أمام المرمى يعني توفق فيها يعني بالنسبة لكايو في هذا الجول. لكن مثل ما أنا أتفق وياك بما أن عودة كايو للتسجيل بهدفين في هذه المباراة يصب في مصلحة المنتخب. نعم بالتأكيد علي، ونتمنى أيضا هذه الأهداف الجميلة تتواصل خلال أيضا المباريات القادمة بإذن الله، ونشوف أيضا أهداف جميلة في مباريات الغد في أغلب البطولات. نحن الحمد لله في كل جولة في هدف الهدفين يعني جميلين، الأهداف تنافس بعض البعض. أعتقد الله يعين اللي بيختار جائزة أو بيختارون أفضل هدف في الموسم، الله يعينهم كلجنة. بالتأكيد الخيار بيكون جدا صعب. إذن في خبر مؤسف ومفاجئ، أعلن حارس فريق اتحاد كلبان يوسف الزعابي اعتزاله اللعب عقب نهاية مباراة فريقه أمام الوصل في الجولة 17 بدوري الخليج العربي. وجاء اعتزال يوسف نتيجة أسباب صحية منعته عن استكمال مشواره الكروي. يذكر أن يوسف شارك في مباراة واحدة مع فريقه بالدوري وثلاث مباريات بكأس الخليج العربي هذا الموسم. نعم محمد، يمكن قرار اعتزال يوسف هو بالنسبة له يعني يمكن قرار شخصي أكثر ما هو قرار لأشخاص محيطين لم، لكن أكيد القرار لم يأتي من فراغ، أكيد هناك في أمور صارت قبل أو من يوم مباراته مع الجزيرة بعد المباراة الأسبوع هذا، أكيد حدث شيء ما، لربما هناك قناعة اللاعب بعدم الاستمرار. لكن اليوم يعني نحن نقول لطالما اللاعب موجود في أرضية الملعب، لطالما هو ما زال لاعب يجب أن يفيد فريقه في كل الحالات. أيضا إذا كانت هناك أسباب أخرى تتعلق باللاعب نحن نتمنى له التوفيق، لكن أعتقد اللاعبين اللي اعتزلوا يتمنون يرجعون يلعبون. نعم علي، الكثير من اللغط رافق أيضا خبر اعتزال يوسف، خاصة هي بعد سداسية استقبلها في الشباكة بعد مواجهة الجزيرة. نتمنى أن الإصابة هي اللي تكون أيضا منعته أيضا من إكمال مشواره، مو شيء آخر. يعني يوسف صاحب 36 عام، سبق له التتويج بالبطولات المحلية بالدوري بالكاس خلال أيضا مشواره الاحترافي، وأحد أيضا أبناء مدينة كلباء كانت بدايته مع هذا النادي، وفضل أن نهايته أيضا تكون في أيضا مع النمور. نعم أكيد طبعا، حتى محمد حمام ننسى يوسف الزعابي اللي طول ما هو متواجد في الملاعب الإماراتية وتواجد مع الوصل قبل ذلك، بدايته مع اتحاد كلبان كان ذات خلق عالي يعني وذات أخلاق رفيعة، لم نشاهد أي مشكلة بدرت منه على مدار السنين اللي شفناها فيها في أرضية الملعب. نعم هو أيضا من أسرة رياضية محبة لكرة القدم، تمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية. أكيد بلا شك. إلى جنون دوري درجة الأولى، حيث انتهت قمة الأسبوع 12 بين البطائح والإمارات بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة مثيرة قدم فيها الفريقان أداء مقنعا ومميزا. على الجهة الأخرى يستمر وصيف الترتيب العروبة في تقديم العروض المميزة بعدما حقق انتصارا مهما على العربي بثلاثة أهداف لهدف، فيما لم يستطع دبل فجيرم استغلال تعادل البطائح بعدما تعادل هو الآخر بهدف لمثله مع ضيفه الحمرية. في الأسبوع 12 من دوري الدرجة الأولى الأعين اتجهت إلى ملعب البطائح وقمة الجولة،
كانت ستوضح الكثير من شكل البطولة التي دائما ما تلفت الأنظار في ختام رزنامتها. أحمر البطائح استضاف صقور الإمارات، الخضر متصدرين للترتيب دخلوا اللقاء بقوة للسيطرة على تفردهم بالمركز الأول، محاولات عديدة لأبناء المدرب جوكيكا كلها لم تصل إلى الشباك مطلع الشوط الأول. المفاجآت لم تختفي من قمة الأسبوع، حيث استطاع أصحاب الأرض تسجيل الهدف الأول عبر المتألق البرازيلي واندرسون الذي أنقذ الفريق في مرات عديدة هذا الموسم. في المقابل الرد لم يتأخر وسجل دييغو دا سيلفا هدف التعادل قبل نهاية النصف الأول. النصف الآخر كان مثيرا، الفريقان حاولوا كثيرا لمضاعفة النتيجة ولكنها جميعها باءت بالفشل، وانتهت القمة بالتعادل الودي ليصل الصقور إلى النقطة 25 بالصدارة. أما الأحمر فاكتفى بالمركز الثالث 21 نقطة. أول حاجة تعدينا فترة صعبة الفترة الأخيرة، يعني بعد ما كنا متصدرين 4 مباريات ما فزنا. نحب أول شيء نشكر مجلس الإدارة اللي وقف بجانبنا تلت الأسبوع معنويا وماديا، وقف بجانب الفريق إحاطة كبيرة خلت الفريق اليوم يظهر بالشكل المطلوب والشكل اللي ممكن صحيح كما تفضلت وقلت نتيجة تعادل ممكن ما تخدمناش، ولكن اليوم شكل الفريق والمردود الفردي والجماعي يبشر بكل خير. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. ممكن تعرف مباريات خاصة يوم تلعب المنافسين شوي تكون لها ترتيبات خاصة. الحمد لله رب العالمين، الشباب قدموا. ممكن اليوم احنا كان عندنا لاعب جديد وبانت بصمته وحركته في الملعب ونقطة، احنا صح داخلين بـ3 نقاط، لكن قدر الله ما شاء فعل. اتمنى ان شاء الله في المباريات الجاية نكون افضل واجهز باذن الله. دبل بجيرة اضاعوا فرصة التقدم للمركز الثالث بالتعادل السلبي امام الحمرية. أما العروبة استمر في مفاجآته عبر وصافة الجدول خلف الإمارات وانتصر على العربي 3 أهداف لهدف ليصل إلى النقطة 24 وبفارق نقطة عن الصقور. مباريات مثيرة كانت في دوري الدرجة الأولى هذه الجولة. العروبة كان هو الرابح الأكبر وأكثر المستفيدين بعد أيضا تحويل خسارته على العرب إلى فوز بـ3 أهداف مقابل هدف. في المقابل مواجهة المتصدر الإمارات مع صاحب المركز الثالث البطائح انتهت بالتعادل الإيجابي وحافظوا على فارق الـ4 نقاط اللي بينهم. لكن أيضا الملاحقين ما استفادوا، دبل فجيرة ودبل حصن والحمرية جميعهم أيضا تعادلوا في هذه الجولة. حسب نتائج الجولة هذه أنا أشوف يعني بنسبة كبيرة الإمارات العروبة هم الأقرب للصعود، مع أننا نحن بدري يعني نتكلم عن 12 جولة فقط، ما زالت هناك تقريبا 9 جولات في الدوري. لكن الشيء المميز والمعلومه بالنسبه لفريق العروبه مع هذا المدرب، الفريق دائما يتاخر بالنتيجه ويعود. فريق العروبه الفريق الوحيد اللي فاز على فريق الامارات، فاز على فريق البطايح، تتكلم عن انه فاز وبرومنتادا، يعني كان متاخر من امام البطايح. تتكلم عن المنافسين لك، وهو منافس ورجع وفاز عليه، كان متاخر بنتيجه المباراه ورجع فاز. هاي شخصية البطل، شخصية الفريق اللي ممكن يعطيك أو مؤشرات تقول لك أن هذا ممكن يصعد. أيضا بالنسبة للإمارات كان متأخر من أمام الإمارات وعاد بنتيجته واستطاع أن يفوز على الإمارات برباعية. أتي تتكلم الفريق الوحيد اللي هم خسروا منه فريق دبل فجيرة، وفي أول مباراة كانت في بداية دوري الدرجة الأولى خسروا بنتيجة 2-1، والنتيجة لا تعكس على الأداء اللي كان موجود في أرضية الملعب صراحة بكل أمانة، رغم أننا نحن متابعين لدوري الدرجة الأولى. لكن البطايح
لم يستفد من المواصلة أو تعادل البطايح من أمام الإمارات، هذه مؤشر لأن الفريق ما راح يحقق أهدافه اللي هي وصوله إلى دوري الخليج العربي. نعم، شفنا تراجع البطايح خلال الجولات الماضية، لكن أيضا الحديث عن الصعود إلى الآن نشوف الإمارات هو الأقرب لأنه أكثر خبرة وعاش هذه التجارب أيضا خلال مرات عديدة، لكن نشوف التنافس الكبير اليوم أيضا بين ستة فرق تتنافس جميعها على بطاقتي الصعود، ويعطي أيضا هذا الموسم قوة وإثارة أكثر، وإن شاء الله الجولات القادمة راح تكشف لنا أيضا أكثر وأكثر عن هوية المتأهلين إلى دوري الأضواء والشهرة. نعم محمد، يمكن فريق العروبة، فريق العروبة هو أقوى، يمتلك أقوى خط هجوم في الدوري، مسجل 24 هدف، هداف الفريق فيكتور، هذا لاعب مقيم وليس أجنبي، الأجانب كلهم موجودين، رودريغو سوزا وأيضا فتحي ساخي، هؤلاء اللاعبين كلهم لاعبين وسط يعني مش مهاجمين، والمهاجم اللي هو هداف الفريق فيكتور سوانزي، بالتالي هي مؤشرات كبيرة. لكن إذا بني نحن بنتكلم عن فريق دبل حصن، لم يتمكن من الفوز على فريق الذيت، خاصة أن فريق دبل حصن غير المدرب أكثر من مرة، منح الفرصة أيضا وتعاقد مع عبد الغني نوح بن كرشات المدرب الوطني القادم من مسافي، لم يستطع أن يحقق انتصار على حساب فريق الذيد، فريق الذيد متذيل الترتيب بنقطة، حقق النقطة من أمام دبا، لكن دبا إذا كانوا يريدون أن يحققوا رغبتهم يجب أن يكون هناك في استقرار. بالتأكيد علي، ونتريا أيضا الجولات الجاية هما تحمله لنا من خبايا وتفاصيل. سريعا من دوري الدرجة الأولى ننتقل إلى كرة قدم الصالة، في خماسيات الصالات انتهى الدور الثاني من البطولة بعد صراع طويل بين 10 فرق وبصدارة شباب الأهلي بفارق المواجهات عن جاره النصر. 8 فرق تأهلت لتلعب في مجموعتين بنهائيات الدوري العام لكرة قدم الصالات، والذي ستنطلق منافساته عقب نهائي كأس رئيس الدولة الأسبوع المقبل. في خماسيات الصالات الإثارة كانت متواصلة في 18 جولة، بعد ختام الدور الثاني ومع تفاوت النتائج والمباريات انتهى جدول الترتيب بصدارة مستحقة لشباب الأهلي على حساب النصر الذي كان مستواه مفاجئا طوال الموسم. الفرسان حسموا موضوع الصدارة وتعادلوا بالنقاط في الجولة الأخيرة أمام العميد في قمة التحديات، لكن المواجهات المباشرة توجت رجال عبد الباسط متصدرين للترتيب. 8 فرق تأهلت لتلعب على لقب الدوري، أصحاب المركز الأول والرابع والسادس والثامن سيلعبون في مجموعة واحدة، بينما يتم توزيع البقية على المجموعة الثانية، وبعد بطولة الدوري المصغر للمجموعات يتأهل أول فريقين للمربع الذهبي من كل مجموعة الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب، كذلك الحال بالنسبة للنهائي، فيما سيكون للمتصدر والوصيف للدوري الأفضلية للعب جميع المباريات على ملعبهم. مخرجات الدوري هذا الموسم كانت جيدة نوعا ما مع دخول فرق أكثر للمنافسة على اللقب. الشارقة الفريق الذي يشارك للمرة الأولى خسر تأهله وتذيل الترتيب، لكنه قدم فريقا مميزا يمكن البناء عليه في قادم المواعيد. انطلاقة البلاي أوف ستكون عقب نهائي كأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، جدولة إثارة ومتعة تخطط لها اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات ستجذب الأنظار أكثر للعبة المميزة في الدولة، ونحن في انتظار هذه الإثارة على أحر من الجمر. We'll be right back.
إذا محمد، بالنسبة لمنافسات كرة قدم الصالات ما زالت مستمرة، لكن قبل ما نتحدث عن فئة الرجال لابد أن نوجه تهنئة لنادي مليحة اللي استطاع أن يحقق ويحصد بطولة دوري الشباب لكرة قدم الصالات، استطاع أن يحسم لقب هذه البطولة قبل نهايتها بجولة، فألف مبروك لإدارة نادي مليحة للجهاز الفني والإداري على دعمهم الكبير لهذه الرياضة. نعم، وأيضا نحن نشيد بالقائمين على هذه اللعبة وخاصة هذه الفئة لأنها ترفد أيضا الفريق الأول بالنجوم في الفرق العشرة المتواجدة. نعم. اليوم نشوف نحن أيضا في الدوري العام وصلنا إلى المرحلة النهائيات، وأيضا هذه المرحلة يتأهلون فيها من ضمن العشر فرق صاحب المركز الأول إلى صاحب المركز الثامن. راح أيضا يلعبون هذه النهائيات، راح يكون التنافس أكبر وأكثر خاصة هذا الموسم اللي نشوف فيه عودة النصر وعودة أيضا شباب الأهلي إلى جانب أيضا تألق البطائح. نعم أكيد، طبعا إثارة مستمرة في كرة قدم الصالات، أتمنى لهم التوفيق، وأعتقد هذا النظام سيزيد من إثارة البطولة محمد، خاصة أن أنت صفيت الأفضل الثمانية، ثمانية أندية وثمانية فرق لتتنافس كلها وتمنحهم الفرصة مجددا لتحقيق البطولة. بالتأكيد علي، ونحن ننتظر هذه النهائيات على أحر من الجمر. أكيد. إلى منافسات كرة اليد، حيث حقق الملك العلامة الكاملة بعدما أنهى الدور الأول منتصرا بكل مبارياته، وآخرها كان بالأمس أمام الظفرة بواقع 28 مقابل 17، بينما انتهى ديربي دبي بفوز صعب للوصل على مضيفي شباب الأهلي بنتيجة 35 مقابل 32 نقطة في مباراة شهدت إثارة وتكافؤا كبيرا بين الفريقين. نشوف صدارة اليد للشارجة بجدارة دون أي خسارة حتى الآن. نعم أكيد، بلا شك محمد، فريق الشارقة ما زال يواصل تسيده لكرة اليد لهذه اللعبة، لعبة الأقوياء. أيضا استعاد أيضا خدمات اللاعبين الدوليين علي ميرزم وأيضا علي الزين. نعم، وأيضا كانت هناك خسارة مفاجئة من منافس أيضا شرس، شباب الأهلي خسر من الفهود أيضا نادي الوصل خلال هذه الجولة. الشارجة يسعى أن يحافظ على لقبه من خلال أيضا النتائج اللي قاعد نشوفها حاليا على أرض الواقع. أكيد بلا شك. بعد شهرة عالمية واسعة حققها في نسخة السباق، عاد رالي دبي الصحراوي ليشد إليه أنظار عشاق ومتتبعي هذا النوع من الرياضات. النسخة الرابعة شهدت تتويجات عربية وتألق خليجي كبيرا وفي كل الفئات. تقرير الزميل زكريا مستوي يضعنا في كافة تفاصيل الحدث. توج المتسابق السعودي يزيد الراجحي بطلا لرالي دبي الصحراوي لأول مرة، وأسفرت منافسة فئة الدراجات النارية عن فوز الدراج البريطاني المقيم في الإمارات سام سميث على متن دراجته كيتي بلقب هذه الفئة، بينما فاز الدراج الإماراتي منصور السويدي بلقب فئة الدراجات الكواتس بالدفع بأربعة عجلات على متن دراجة كواتس ياماها. وفاز الراجحي بلقب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات مع ملاحه البريطاني مايكل أور على متن سيارة تويوتا هيلوكس بفارق 33 دقيقة و49 ثانية عن أقرب منافسيها الإماراتي الشيخ عبدالله القاسمي وملاحه الألماني ديرك فون بسيارة فريق أبوظبي ريسينج بيجو 308. وبعد أن هيمن الراجحي على القسم الأول من الرالي بفارق 21 دقيقة، وصل
حصل سيطرته على الطليعة عبر القسم الثاني مرحلة الشركة العربية للسيارات البالغ مسافتها 194 كيلومترا وأقيمت في صحراء القدرة بدبي وانتزع القاسمي المركز الثاني من السعودية ياسر بن سعيدان. هذا وانطلق رالي دبي الصحراوي الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية وفاتحة جولات بطولة كأس العالم للدراجات النارية صباح الجمعة الماضية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد إمارة دبي. وعاد رالي دبي الصحراوي إلى مسرح الراليات العالمية هذا العام بعد أن استبعد العام الماضي بسبب جائحة كوفيد 19 وضم الرالي قسمين مسافتهما 192 194 كيلومترا يمران عبر الكثبان الرملية والسهول السبخية في صحراء القدرة. احتضان الإمارات ومثل في إمارة دبي لهذا الرالي العالمي للنسخة الرابعة يؤكد أيضا على مكانة الإمارات في احتضان كافة الأحداث والألعاب الرياضية وأيضا مختلف الأحداث العالمية. نعم أكيد طبعا هذا الرالي وهذا السباق العالمي كان تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد إمارة دبي وأيضا هذه هي الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية. يمكن محمد حياسي نشوف ياك هذه اللقطات يعني الشيء الجميل هي المناظر الطبيعية اللي نحن نمتلكها في دولة الإمارات. أيضا هناك يعني أماكن يجب أن نحن نستثمرها سواء في الرياضة أو حتى في السياحة وأيضا في جميع ما يمكن أن نستفيد منها. يعني نشوف هذه اللقطات تدل على أيضا على التنافس الكبير اللي كان ما بين جميع المتسابقين وأيضا رغبتهم للجميع للحصول على لقب هذه البطولة. نعم علي وأيضا تؤكد على مكانة الإمارات وقدرتها على احتضان هذه المنافسات خاصة مع الصحراء الجميلة تمتاز به دولة الإمارات ونشوف أيضا احتضنت جميع الفئات فئات السيارات بمختلف أيضا أنواعها والدراجات. نعم أيضا لنتحدث أكثر عن هذه المنافسات ينضم إلينا عبر أيضا اتصال مرئي سعادة محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية. مسي عليك بالخير سعادتك. مساء النور الخير وجزاكم الله خير على هذه التغطية. نعم بداية دائما انتم سباقين في تلفزيون الشارجة بصراحة. نعم بداية سعادتك حدثنا عن هذه النسخة الرابعة الاستثنائية وسط هذه الظروف بنجاح عالمي. في البداية صحيح كانت تحديات وما زالت كبيرة طبعا هي جايحة مش على رياضة السيارات في دولة الإمارات بس على العالم كله. حاولنا نرسل رسالة بعد الطلبات اللي جاتنا من برا أن الفرق الكبيرة والمحلية أن يعني الراليات لازم ترجع فأخذنا الإجراءات الاحترازية وكانت صعبة لكن لله الحمد بوجود الناس اللي الفاهمين الناس اللي عندهم وعي كان صعب ولكن أنجزنا الحمد لله لم تكن هناك إصابة أو شيء. كان التحدي أكثر مش وراء الإصابات من وراء الرالي ولكن من وراء هاي الجائحة. أنا أشكر وأنتم ما شاء الله غطيتوا في المقدمة أكثر المعلومات كلها يعني وصحيح يعني شكر لي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم ولي عهد إمارة دبي لي دعم ورعايته لكن بعدين هو الفريق اللي كان يعني أنا أقول عن اللي يعني أكثر شيء الجهات الرسمية والجهات غير الرسمية اللي كانت معانا اللي طوعت والدعم اللي حصلناه. نعم حصلنا في البداية نوع من
عدم التأكيد على السباق، ولكن في الأخير لله الحمد صار. فالتحدي كان كبير، المنافسة كانت جيدة، وحاولنا قد ما نقدر نبعد عن الأمور، مثلا البداية الرسمية، نبعد عن التجمع اللي كان موجود في عندنا المؤتمر الصحفي، عندنا في فحص السيارات، عندنا كان في النهاية وحتى في الجمهور، لكن لله الحمد والإثارة كانت موجودة. وأنت مثل ما تفضل، يعني أرض دولة الإمارات تناسب هذا النوع من السباقات، اللي دبي موجود من أكثر من 37 سنة. فلما صار التحويل إلى بطولة كأس العالم للسيارات، بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للدرجات، كان لأن البيئة تناسب. فلله الحمد الحين منطقة الجزيرة العربية، يعني الجزيرة كلها، المنطقة في دول مجلس التعاون تناسب هذه الراليات. نعم سعادتك، نحن إذا بنتحدث عن ما هي ردود أفعال جميع المتسابقين، جميع المشاركين، وأيضا لابد أن نحن نهنئ دولة الإمارات لتحقيق منصور السويدي قبل أو اللقب على متن دراجة كواتس ياماها، أعتقد هذا إنجاز أيضا يضاف إلى 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 رياضة الإمارات. نعم معك حق، يعني أنا هني طبعا نحن اللي صار الإنجاز لهم، نعم خاصة في الكواد، حاولنا نجمع السيارات مثل ما تفضلت الدرجات النارية والكواد في سباق، الإثارة كانت موجودة، الأرض، يعني أنا أقول لك كل واحد يكون في دولة الإمارات أو من برا، يعني أنه لا تستهينون بأرض دولة الإمارات، يعني صحيح أن تشوفها شوية بسيطة، لكن في لحظة يمكن تقدر تخسر السباق. أنا لاحظت من ردة فعل المشاركين، سواء كان على نطاق محلي إقليمي أو دولي، أن يعني حصلوا مثل الأمل للرياضة أن ترجع، وأنهم كثير كانوا متفائلين، ولهذا السبب الله يسلمك كانوا كثير مخذين الإجراءات الاحترازية بجدة وبصرامة، وحتى ما كنا نقولهم والله البسوا، فكانوا كثير انهم متفاهمين ومقتنعين ان هذا اذا ارادوا ان يكون عندنا الجوله اللي بعدها وبتكون ان شاء الله في ابو ظبي. وانا والله تبي الصدق، يعني لما انت تتكلم الحين وقلت لي والله ان في مليحه والمناطق هناك كثير جيده، نحن نبتعد فقط عن ال- 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 الزحمه، لان تدري في ولا نحن ودنا حتى ندخل الى امارات شارجه، لاني انا بالنسبه لي البر كثير جميل هناك، والأرض اللي نخاف منها بس مجرد الزحمة اللي تكون في الكثبان الرملية، انك انت بتشوف اللي بعده، فمن جهة فقط السلامة، ولكن احنا نهيئ بعد رالي ابو ظبي الصحراوي اللي هو بيكون في نهاية السنة. فلله الحمد لله ردود الفعل كانت جيدة، وامالهم انهم يرجعون مرة ثانية لدولة الامارات للاشتراك في السباق في المستقبل. نعم شكرا سعادة محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، واتمنى لكم التوفيق ايضا في القادم المحطات. جميعا جزاكم الله خير، شكرا. علي نحن نعتز ونفخر ايضا بنجاح هذه الجولة هنا في دبي، خاصة حدث عالمي، وأيضا راح نشوف الجولة القادمة في أبو ظبي. ودائما دولة الإمارات عودتنا أنها هي الأمل، شارات ما قال سعادة محمد بن سليم أيضا خلال المقابلة. نعم أكيد، يعني ممكن أيضا ذكر الأماكن السياحية اللي ممكن أنهم الناس تتساءل لماذا لا تقام هناك البطولات، اللي تتكلم عن منطقة مليحة. ففعلا يعني منطقة مليحة من المناطق اللي تشهد وتواجد وازدحام من السياح، من أيضا الإماراتيين، من المقيمين على أرض دولة الإمارات دائما يتواجدون هناك في منطقة مليحة في المنطقة الوسطى. وبالتالي سلامة الجميع هي أهم من كل شيء. وبالتالي هذا السباق، تعرف محمد، يعني ما في مسار أو في حواجز تمنع الناس من الدخول، ممكن يكون في تقاطعات هناك ما بين عامة الناس مع المتسابقين، وبالتالي ممكن تحدث حوادث، وبالتالي المساحات اللي ابتعاد عن الزحمة هذا أهم، وأيضا لسلامة جميع الناس. نعم بالتأكيد الأولوية هي سلامة المشاركين وسلامة أيضا الجميع، وإظهار الحدث بأبهى حلة وأيضا صورة. زميلي إلي ومشاهدينا نصل الآن إلى الختام، في أمان الله. إذن نلتقيكم مشاهدي الكرام في الحلقة القادمة.